بتنظيم من جامعات الخليج العربية، افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتح المؤتمر الدولي الأول لطب الأطفال والذي تستضيفه مملكة البحرين، انطلاقا من حرص المملكة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الطب وبالذات طب الأطفال وصحة ورعاية الطفولة. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. دائما ما أوحى الواقع أهمية العناية القصوى بالطفل، لأنهم لبنة المجتمع وعماده، وإن صلح العماد صح البناء. بمجتمع يخلو من الأمراض بشتى أنواعها وحتى الوراثية منها، المؤتمر الدولي الأول لطب الأطفال عنوان عريض سهل رؤية أهدافه التي تستوطن سبل العلاجات والصحة والوقاية للأطفال وطرح التطورات المتسارعة في طب الأطفال بأساليب علمية أكثر حداثة وفق المعايير الطبية العالمية. المؤتمر هو خاص بطب الأطفال، والأطفال يشكلون حول 50% من مجموع السكان في البحرين وفي دول الخليج، فمعناته إنه يعني هاي يعطيك أهمية يعني المؤتمر بالنظر لنسبة الناس اللي هو يخدمهم. وطبعاً المؤتمر حقيقة على مستوى عالي، يناقش كل مسائل الأطفال في مختلف يعني الأمراض، وفي كثير من الأساتذة من يعني من المنطقة ومن العالم حتى يعني يتباحثون مع الأطباء في المنطقة وفي البحرين عن كل مستجدات هذا المجال. مهتمين جدا بالأطفال ووضعهم الصحي، إعدادهم الإعداد السليم، التأكد وضمان خلوهم من الأمراض وخاصة الأمراض الوراثية حتى يستطيع أن يتقدموا ونضمن لهم حياة كريمة بإذن الله تعالى، وحياة تؤهلهم وتمكنهم من مواصلة المستقبل، مواصلة مسيرة التنمية اللي تتمتع فيها دول الخليج العربية ومنها طبعا دولة مملكة البحرين العزيزة. فجامعة الخليج هذا هو منطلقها وهذا هو اهتمامها، وخاصة أنها أسست لعدد من الأهداف من بينها تصدي القضايا الرئيسية. إحدى القضايا الرئيسية هي إعداد الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. انطلاق المؤتمر برهان واضح لمساندة ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الطبية والعلمية التي تستهدف تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسبل الوقاية والعلاج من أمراض الأطفال وصحة حديثي الولادة وأمراض الخدج وغيرها بمشاركة واسعة من قبل المختصين والباحثين. طبعا المشاركة في المؤتمر مثل ما شايفين نقدم نبذة تعريفية عن المؤسسة وخدماتها إلى جانب بعض الممارسات اللي الأساسية في الإسعافات الأولية اللي من خلالها نبغي نوصل إلى شريحة واسعة من المجتمع بالأخص الأمهات الآباء، لأن هذه يعني ضرورة في كل منزل. هنا في المؤتمر مشاركتنا علشان نعرف الدكاترة بالمنتجات الموجودة، أو لو في منتجات جديدة بنعرف الدكاترة عليها، ولو في حد ممكن يسألنا على أي منتج ممكن بنقوله، والحليب بتاعنا بيختلف بالنسبة للمراحل العمرية للطفل، أو لو في مشكلة أو حاجة طفل ممكن بيعاني منها كمشكلة كإمساك أو إسهال أو مشاكل في أي حاجة بالنسبة له بنديله الفورمولا المناسبة ليه، أو لو كان عنده حساسية من لبن الأبقار بنديله الفورمولا المناسبة ليه من عندنا. إن مملكة البحرين تعتبر رائدة في مجال صحة وطب الأطفال وتزخر بطاقات علمية متميزة في جميع التخصصات الدقيقة المتعلقة بأمراض الأطفال، وتسعى للاستفادة قدر الإمكان مما يستجد في مجال طب الأطفال من خلال عقدها أو مشاركتها في المؤتمرات الطبية المتخصصة التي تستقطب الخبرات والكفاءات العالمية. من المؤتمر الدولي الأول لطب الأطفال يبحث مختلف القضايا التي تختص بمجال طب الأطفال وخاصة الأمراض التي قد تهدد صحة الأطفال مستقبلا. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.